تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر مواطنين في أحد المراكز الانتخابية في مدينة كركوك. قالوا إن صناديق الاقتراع بدلت في هذا المركز وقد تركت فيه أوراق تصويت المواطنين شاهدة على الحادثة. مراقبين ماكو، سيطرة ماكو، مفوضية، تركوا القاعات. هذه الأوراق بالشارع. الله محمد يقبل. ليش؟ تحت الجامع تحت. شوفوا الجامع ايش قدم. مركز انتخاب، مركز نزانية، مبيوع هذا الأوراق بالشارع كلها مبيوعة. وسببها كلها الجهات الأمنية. شوفوا الأوراق بالشارع مسكتها. يلا هذا الجنب، هذا الجنب. شوف فوضى 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 فوضى. شوف الناس تضرب الباب، ما عاد يفتح الباب. شوف كلهم فوضى صايره.